أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، ونبدأ بالعناوين. في موقع يمن مونيتور: هذا أكثر ما تخشاه ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة. ومن موقع الموقع بوست: بئر مائي يشعل حربا بين ميليشيا الحوثي وأهالي قرية صغيرة في ذمار. وصحيفة عربية تقول: القبض على واحد من صناع الأحزمة الانتحارية في عدن. ومن عناوين صحيفة الحياة: السجن 3 سنوات للمصورة التي ركلت مهاجرا يحمل ابنه. وفي الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الشرق الأوسط: توصيل الطلبات لسجناء بريطانيا حتى باب الزندان. يكشف موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية عن ما أسماه مخاوف الحوثيين من إنزال بحري على سواحل محافظة الحديدة وبلدات الخوخة والمخا الاستراتيجيتين. وظل الحوثيون يثيرون مخاوف من الاحتجاج أو من الاجتياح البحري منذ ديسمبر 2015 الماضي، عندما حررت قوات التحالف العربي جزر حنيش، وتعاظمت تلك المخاوف مع تحرير جزيرة زقر من المسلحين الحوثيين. وهذه الجزر بالرغم من أهميتها البحرية إلا أن الحوثيين استخدموها إلى جانب جزر أخرى موطنا لتخزين الأسلحة المهربة من إيران ونقلها على دفعات إلى اليمن عبر مراكب صيد شراعية. وقال مصدر في جماعة الحوثي اليمن مونيتور: إن المعلومات تشير إلى أن القوات الحكومية تستعد لإنزال بحري في جزيرة كمران القريبة من محافظة الحديدة بالتزامن مع هجوم بحري عبر ميناء المخا ومنطقة الخوخة. وكشف أن قواتهم استمرت منذ مدة في زراعة الألغام البحرية لصد ما وصفها بالقوات المعادية. وأفاد شهود عيان للموقع بوست أن ميليشيات الحوثي والمخلوع اقتحمت بحملة عسكرية قوامها 10 دوريات قرية سبية بمديرية الحدى في محافظة ذمار. وقالت المصادر أن تلك الحملة العسكرية جاءت بناء على طلب من أحد مالكي الحفارات والذي يعمل على حفر بئر في القرية. وأكد شهود العيان أن مالك الحفار رفض مواصلة العمل بالرغم من قبضه لأجره الحفر المتفق عليه بالكامل. وتابع الشهود أنه وعند وصول الحملة التابعة للحوثيين حاول أهل القرية توضيح سبب الحجز لقائد الحملة، إلا أن عناصر الميليشيات قاموا بإطلاق الرصاص الحي على مالك البئر، ما اضطر أهل القرية لخوض الاشتباكات. التصالح والتسامح كعملية موضوعية. تحت هذا العنوان كتب ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الاشتراك نت، وقال في أجزاء من المقال: التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق أو ذاك من الناس، وإنما هي حاجة موضوعية تشتد حاجة المجتمع إليها عندما يصبح لزاماً على كل الأطراف الفاعلة في أي مجتمع أن تقرأ حاجة مجتمعها وتعمل بإخلاص على إعداد هذا المجتمع للتخلص من كل ما تراكم فيه من معوقات النهوض والتطور. لا يتقرر السير في هذا الطريق بقاعدة التجربة والخطأ أو بشروط انتقائية، ولكن بصورة يكون فيها الجميع قد حسموا أمرهم وفقا لرؤية يحتل فيها المستقبل كامل خارطة الطريق. وإن ترك فيها شيء للماضي فإنما لعرضه كبرهان على أن الصراعات الدموية والحروب والإقصاء والاستبعاد والعصبوية قد شكلت الأسباب الأساسية للتخلف وتمزيق المجتمعات. كان الجنوب يعيد إنتاج دوره التاريخي في التصدي لمهام انتشال الوطن كله من مستنقع الماضي بصراعاته وآلامه ومآسيه، وهو الأمر الذي استفز حراس ذلك الماضي مما دفعهم إلى مقاومة هذا القرار التاريخي وعملوا على كسره وتعطيله بكل الوسائل. جند نظام صالح كل قوته لاختراق هذا الفعل الثوري، واستنجد ببعض مكونات الصراعات القديمة وزج بها في قلب الحركة الشعبية التي انشأها هذا القرار التاريخي لتخريب الفكرة وتعطيلها.
لم تستطع محاولاته أن تعطل القرار، ولكنها خلقت عند رواده حاجة لمزيد من الشروط للتمسك به بصورة بدا معها المشهد أنه يحتاج إلى مزيد من الصبر والنضال والإرادة للسير في طريق التصالح والتسامح. إلى موقع الاشتراك نت والذي تابع الحركات الاحتجاجية في الجامعات اليمنية وعنوان الموقع: نقابة تدريس جامعة ذمار تؤكد استمرار الإضراب الشامل وتحذر من خرقه. وقال الموقع: وجهت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة ذمار إشادة بمواقف منتسبيها والتفافهم حول حقوقهم المشروعة. وقال البيان الصادر عن النقابة أنهم مستمرون في التواصل مع كافة المعنيين للتوصل إلى حلول مرضية من شأنها صرف رواتب الأكاديميين المتأخرة. ونوه البيان على ضرورة الالتزام الصارم بالإضراب الشامل بما في ذلك الامتحانات الفصلية وعدم إجرائها بأي شكل من الأشكال. وحمل البيان من سيقومون بخرق الإضراب من زملائهم المسؤولية الأخلاقية تجاه قضايا زملائهم وحقوقهم المشروعة وعدم الالتفات إلى التهديدات والضغوطات التي من شأنها تثنيهم أو من شأنها أن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم القانونية. إلى موقع الصهاريج نيوز والذي عنون في صفحته الرئيسية: 12 دولة توقع على مدونة لمحاصرة تهريب السلاح والنفط في المحيط الهندي وخليج عدن. وقال الموقع استنادا إلى صحف عربية أن الدول 12 وقعت على توسيع اختصاصات مدونة سلوك جيبوتي لتشمل مكافحة الجرائم للبحرية أو السطو المسلح في البحر والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المجال البحري. وشددت المدونة على أهمية تشجيع الدول المشاركة للاستفادة الكاملة من المبادرة الإقليمية لتعزيز التواصل والتنسيق في مجال تبادل المعلومات، فيما سيستفيد من مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بجدة بعد أن تعطل دور مركز التنسيق في صنعاء بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن، فيما وضعت المدونة إطارا لتعزيز التعاون فيما يخص التعليم والتدريب وتبادل الخبراء بين الدول المشاركة. يتساءل خالد الروشان حول متى سينهض الشعب اليمني ويصحو ليعرف ويرى ما يدور حوله ثم يقرر الخروج من هذه الدائرة المغلقة. وقال الروشان: من زمان هب العالم كي يخرج اليمن من غيابة الجب، وها هي الإمامة الجديدة اليوم تريد أن تعيده إلى هناك. عاد الشلل يضرب اليمن، شلل الأطفال وشلل الكبار وشلل البلاد، وتهدمت الطرق. حاول العالم ذات يوم أن ينقذك يا شعب اليمن، الشرق والغرب وقف معك كي تنتعق من آثار الإمامة وجهلها وجوعها. هب العالم لإنقاذك، وها هي الغربان اليوم تحاول أن تفقأ عينيك وتنقر قلبك، وأنت غائب عن الوعي. إلى متى ستظل غائبا عن الوعي؟ متى ستنتبه يا شعب اليمن؟ متى ستستيقظ؟ قطرة دم مصرية شقت مستقبلا، قطرة عرق صينية شقت طريقا، قطرة دواء أوروبية أنقذت أجيالا. اقتصاديا، عنوان موقع المشاهد في صفحته الرئيسية: البنك المركزي اليمني يأمر البنوك بعدم التصرف في أموال المودعين. وقال الموقع إن البنك المركزي اليمني في عدن أمر جميع البنوك العاملة في البلاد بعدم التصرف في أموال المودعين حتى وإن كان ذلك بتوجيهات من مسؤولين أو جهات قضائية، في خطوة تهدف إلى ما يبدو لمنع الحوثيين من التصرف بأموال وأرصدة مسؤولين في الدولة. وقال المركزي في تعميم للبنوك: يمنع منعا باتا المساس بأرصدة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المفتوحة أو تجميدها، ونحثكم بعدم التعامل مع أي توجيهات صادرة إليكم من أشخاص أو جهات اعتبارية بما في ذلك الأوامر الصادرة باسم هيئة قضائية ما لم تعرض مسبقا على محافظ البنك المركزي وتعتمد من قبله. موقع عدن تايم عنون في صفحته الرئيسية: امرأة تقبض على لص والأمن يطلق سراحة. وقال الموقع إن امرأة في جعار بأبين شكت تعرض منزلها للسرقة أكثر من مرة، والتي كان آخرها
شكت تعرض منزلها لأكثر من مرة، والتي كان آخرها سرقة أغنام من مزرعتها وذهب. وقالت المرأة إنها تمكنت من إلقاء القبض على اللص أثناء محاولته السرقة، وقامت بإرساله إلى قسم الشرطة بالتعاون مع جيرانها. وتتابع المرأة حديثها قائلة: في الصباح ذهبنا إلى الشرطة فلم نجد اللص، وعندما سألنا عنه قالوا هرب. ويقول الموقع: الأجهزة الأمنية في محافظة أبين لا وجود لها، الأمر الذي أدى إلى تزايد حالات السرقة وتنوعها، من سرقة المزارع والمنازل إلى سرقة الدراجات النارية والسيارات، ولم يستطع أحد إيقاف تلك السرقات. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. رقم قياسي لمهاجري اليمن، عنوان من صحيفة العرب الجديد قالت في تفاصيله: سجل اليمن رقما غير مسبوق للمهاجرين وطالبي اللجوء الأجانب الذين وصلوا إليه من القرن الأفريقي خلال عام 2016. وقدرت السكرتارية الإقليمية للنزوح القسري والهجري المختلطة أعداد هؤلاء ب 111,504 أشخاص. وتضيف الصحيفة: عدد يفاقم المشاكل في البلاد في ظل الاضطرار إلى ضمان سلامتهم ومستقبلهم، وليس هناك اهتمام دولي بهم في ظل التركيز على أزمة المهاجرين إلى أوروبا رغم الوضع الأمني والإنساني الصعب في اليمن، حيث بات يصعب على المنظمات أو السلطات المحلية حمايتهم. وبحسب الصحيفة فإن المنظمات الدولية لم تقدم خلال عام 2016 سوى 58% من التمويل المطلوب للإغاثة لعشرة ملايين يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. ورغم استمرار الصراع في اليمن خصوصا على الحدود السعودية، ما يزال المهاجرون مصممين على استخدام اليمن كنقطة عبور نحو السعودية والسعي إلى تأمين فرصة عمل هناك، مستخفين بالمخاطر الحقيقية التي تواجههم. من أخبار صحيفة الاتحاد المتعلقة باليمن، عنونت: اعتقال صانعي أحزمة الدواعش في عدن. حيث أعلنت أجهزة الأمن اليمنية عن ضبط أحد خبراء صناع الأحزمة الناسفة في تنظيم داعش أثناء مداهمة أحد المنازل المشتبهة بها في مديرية المنصورة وسط مدينة عدن. وبحسب الصحيفة، نشرت وحدة مكافحة الإرهاب في إدارة أمن عدن بيانا أكدت فيه ضبط أحد العناصر الإرهابية إلى جانب كميات من المتفجرات والمعدات الخاصة بصناعة الأحزمة الناسفة أثناء المداهمة. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: الحكومة اليمنية تعد لإطلاق بث قناة عدن الفضائية. وزير الإعلام اليمني وبحسب الصحيفة تعتزم أو وزارة الإعلام اليمنية وبحسب الصحيفة تعتزم استئناف عمل وبث قناة عدن الفضائية من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن توقف عملها إثر اجتياح ميليشيات صالح والحوثي الانقلابية للمدينة في مارس 2015. وعادت الحكومة الشرعية بثها من السعودية وبقيت القنوات الرسمية اليمنية الأخرى. وحيث بدأ فريق هندسي وفني بقناة عدن الفضائية عملية تقييم ووضع القناة ومدى جاهزيتها لانطلاق بثها واستئناف عملها خلال الأيام القليلة القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية. أزمنة الحروب الأهلية، تحت هذا العنوان كتب الحسين الزاوي مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال في جزء منه: يعيش العالم في المرحلة الراهنة حروبا غير تقليدية تتخذ مسارات غير مألوفة من العنف، وتستعمل فيها أسلحة يصعب التحكم في قدرتها التدميرية أو في مدى هيمنتها على المشهد السياسي العام نظرا لطبيعة انتشارها وتداولها بعيدا عن رقابة المجتمع الدولي وعن فطنة وحذر الأجهزة الأمنية للدول القومية. العنف المجتمعي الذي تمتهنه الميليشيات أو المجموعات المسلحة أو القوى المناهضة للسلطة التي تمارس أشكالاً متعددة من العصيان المدني
فيأخذ أبعادا أكثر خطورة عندما يجتاح المشهد الدولي، لأنه عنف متعدد ومتنوع لا يرتبط ببنية تنظيمية أو مؤسسية، ومجزأ في أغلب الحالات، ولا يخضع لآليات الضبط والمراقبة التي تضعها وتشرف عليها الدول والمؤسسات الدولية. وهو يتجاوز بذلك الحروب التقليدية ويزيد من حجم المأساة بالنسبة للضحايا المدنيين. ويتسبب هذا النوع من العنف في مضاعفة الاستقطاب والاحتقان داخل المجتمع، ويتحول الصراع بذلك إلى حروب أهلية شاملة تقضي بشكل كامل على وجود الدول، نتيجة لتضحية المتصارعين ببنود العقد الاجتماعي الذي يربط ما بين الحكام والمحكومين. كما يتسبب في بروز بؤر عنف فجائية ومتعددة وأشكال عدة من الإجرام الذي يكون من الصعب مواجهته. ويمكن القول إن العولمة عملت على إضعاف الدول القومية، وأسهمت في دخول العالم مرحلة جديدة من الأزمنة التي تنتشر فيها الحروب الأهلية كانتشار النار في الهشيم، ويشيع فيها العنف الناجم عن الاختلالات التي تتسبب فيها سياسات العولمة المتوحشة التي تضحي بتوازن واستقرار المجتمعات من أجل تحقيق وتجسيد مشاريع قوى السوق المهيمنة. صحيفة القدس العربي عنونت البنتاغون: مقتل مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في اليمن بضربة جوية أمريكية. بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قال إن الضربة التي نفذت في 8 يناير في محافظة البيضاء وسط اليمن أودت بحياة عبد الغني الرصاص عضو التنظيم. أضاف كوك في بيان أن هذه الضربة قتلت مسؤولا كبيرا بقاعدة الجهاد في جزيرة العرب، ويعتبر أحد قادة التنظيم في المنطقة، وستعرقل العمليات الإرهابية للتنظيم في اليمن والمنطقة. صحيفة الحياة عنونت في قضية عمرها أكثر من عامين: السجن 3 سنوات للمصورة الهنغارية التي ركلت المهاجرين. تقول الصحيفة: أصدرت محكمة هنغارية حكما قضائيا في حق المصورة الهنغارية بيترا لازلو بالسجن لمدة 3 أعوام بتهمة المعاملة السيئة بحق المهاجرين. وكانت لازلو أقدمت في 8 سبتمبر عام 2015 على ركل طفلة لاجئة وإسقاط لاجئ سوري وطفله عند محاولتهم الهروب من الشرطة على الحدود الهنغارية الصربية، وفق ما نشره موقع بي بي سي البريطاني. وقال القاضي إياس نانسي أن سلوك لازلو يتعارض مع المعايير الاجتماعية، رافضا حجة محامي دفاعها في محاولة الدفاع عن نفسها. ودافعت لازلو عن نفسها قائلة: التفت ورأيت أشخاصا عدة يتجهون نحوي، لقد كنت خائفة. وأشارت لازلو بأنها تلقت تهديدات بالقتل منذ وقوع الحادثة، إضافة إلى حملة كراهية. إلى صحيفة الشرق الأوسط والخبر الأكثر قراءة، والذي جاء بعنوان: توصيل الطلبات لسجناء بريطانيا حتى باب الزنزانة. وقالت الصحيفة أنه بات بإمكان السجناء في بريطانيا طلب مشتريات عبر الأنترنت ليتم توصيلها إليهم على أبواب الزنازين. وبحسب صحيفة تلغراف البريطانية، فإنه بإمكان النزلاء شراء ألعاب كمبيوتر وأقراص الفيديو الرقمية وأجهزة التدريب الرياضي ومستحضرات التجميل والملابس عبر الأنترنت. ونقلت الصحيفة عن مفتشين بالسجون قولهم إنه بسبب مشكلات ضياع الطلبات أو وجودها فارغة بعد فتحها، فإن حرس السجن يتعين عليهم توصيل الطرود إلى الزنازين. من جانبهم أعرب الحراس بالسجون عن غضبهم الشديد من هذه السياسة، قائلين أنهم ليسوا سعاة بريد. قبل 100 عام تم إقناع وزير الخارجية البريطاني في ذلك الحين آرثر بيلفور بإرسال رسالة إلى المدافع البارز عن الصهيونية في بريطانيا، والتي يعبر فيها عن دعمه لتطلعات الحركة الصهيونية. عن تلك الرسالة كتب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان الفلسطيني سابقا ريتشارد فلوك مقاله، التي أعادت نشره صحيفة الغد الأردنية.
كان المحتوى الرئيسي للرسالة إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين. يطرح هذا الإعلان سؤالا أساسيا واضحا: لماذا تحركت بريطانيا في اتجاه طرح مثل هذه المبادرة في خضم الحرب العالمية الأولى؟ والتفسير الأكثر مباشرة هو أن الحرب لم تكن تسير سيراً حسناً بالنسبة للبريطانيين، وهو ما غذى الاعتقاد لدى قادتهم بأن الاصطفاف مع الحركة الصهيونية سوف يشجع اليهود في كل أنحاء أوروبا على دعم قضية الحلفاء، خاصة في روسيا وألمانيا. وثمة حافز آخر هو تعزيز المصالح البريطانية في فلسطين، التي كان للويد جورج رئيس الوزراء البريطاني حينذاك يعتقد أنها مهمة وحاسمة استراتيجياً بنفس المقدار لحماية طريق التجارة البري إلى الهند، بالإضافة إلى كونها ضمانا للوصول إلى قناة السويس. كان وعد بيلفور مثيرا للجدل منذ يوم صدوره حتى بين بعض اليهود، فمن ناحية كان مثل هذا الالتزام من وزارة الخارجية البريطانية تعهدا استعماريا بحتا من دون بذل أدنى جهد للنظر في مشاعر السكان العرب في غالبيتهم الذين يعيشون في فلسطين في ذلك الوقت، وبدون أن يأخذ في الاعتبار مسألة ارتفاع الدعم الدولي لحق تقرير المصير الذي تتمتع به الشعوب كافة. يعد متحف أتلتيكو أول متحف تحت الماء، ويقع في كولورادو على عمق 39 قدما تحت الماء، وسرغ إتمام المتحف 3 سنوات، ويحوي على 3000 تمثال قام ببنائها النحات البريطاني جاسون دي كايرو تايلور. وصنعت التماثيل من مواد خاصة تستطيع الصمود لمئات السنين في الطبيعة الملحية للبحار، ويهدف المتحف لزيادة الوعي بالحاجة إلى المحافظة على البيئة وتسليط الضوء على القضايا البيئية البحرية. نتابع مجموعة من الصور التي وردت في صحيفة الإمارات اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم كشك الصحافة. نتابع الآن مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.